بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهاردة محاضرة ميكاترونيكس والروبوتكس. هنتكلم الأول على الميكاترونيكس، ايه هي مكونات كلمة، يعني ايه ميكاترونيكس؟ هي خليط من الميكانيكا والإلكترونيكس، علم بيخلط ما بين الاتنين، فواخد هو الميكا من الميكانيكا والترونيكس طبعا من الايه الالكترونيكس. ميكاترونيكس كومبوننت، عناصر الميكاترونيكس، انا عندي ميكانيكال سيستم، نظام ميكانيكي ونظام كهربي بيتحكم فيه، وكمبيوتر سيستم وانفورميشن ايه سيستم. دي الاربع عناصر الرئيسيه من الميكاترونكس. هنتكلم على الميكانيكال كنترول سيستم. الميكانيكال سيستم دي عباره عن ايه؟ انظمه التحكم الميكانيكي. اول حاجه عندي الفلوت فالف. الفلوت فالف العوامه اللي بتركب في الخزانات دي، لما بتوصل لمستوى معين فالميه بتقفل، يبقى ده عبارة عن ميكانيكال كنترول. أيضا الكامات، الكامة هي عبارة عن جزء ميكانيكي له جيومتري معين، بحيث ان هما لما بيلف بيقفل حاجة، ولما بيلف مرة تانية بيفتح حاجة. يبقى هنا بيقفل السويتش ده، هو لف زي هنا، هنا هو هنا ايه سويتش كونتاكت مفتوح، لما الكام عدت فايه البوز بتاعها ضغط على السويتش فقفل. كمان دي طبعا بتلف. الباي ميتال ستريب زي اللي هو السيرمستور، بيبقى عبارة عن معدنين ملحومين ببعض، وكل واحد له ثيرمال اكسبنشن معين، لما بيتعرض للحراره فبيولد هنا نوع من انواع الحركه لما يتعرض للحراره، خصوصا لو هو ايه زي الثيرموستات اللي بيبقى متركب في الثلاجات ومتركب في اجهزه التكييف. يعني الثيرموستات اهو، ودي البيتال بي ميتال ستريب، ومتوصلة هنا بالدايرة، لما تتأثر بدرجة الحرارة فبتفصل الدايرة، لما درجة الحرارة بتزيد فبتشغل الايه الدايرة. Elements of Mechatronics، ما هي ال عناصر الميكاترونكس؟ عندنا زي ما قلنا ميكانيكال سيستم، ميكانيكال إيليمنت، عندنا إلكتروميكانيكال إيليمنت، عندنا إلكتريكال وإلكترونيك إيليمنت، وعندنا كنترول إنترفيس عشان نقدر نحول من أنالوج لديجيتال ومن ديجيتال لأنالوج، كمبيوتر هاردوير، وإنفورميشن سيستم اللي هو الأي تي. مثال للميكانيكال إيليمنت، عندنا الجيرز، الجير والراك والبينيون اللي هما ايه التروس، قلنا الكام اللي معانا، والفولور التابع ليها. الكام دي بتشتغل مع تابع، بيتحرك على حسب حركة الكام، بيطلع او ينزل لتحت. التشين والسبروكت، الجنزير والسلايدر كرانك، ده بيلف وهنا بياخد حركة يمين وشمال. الميكانيكال برضو element، برضو الليفر اللي هي الروافع
لينكج والويل العجل والسبرينج اليايات، كل دي ميكانيكال إلمنت. الالكتروميكانيكال إلمنت بتبقى نوعين، السنسور والاكتويتور. امثله للسنسور لايت عندنا فوتو ريزيستور، للليفل والديسبليسمنت عندنا بوتنشيوميتر، للدايركشن والتلت عندنا ماجنتيك سنسور، للساوند عندنا مايكروفون طبعا، الستريس والبريشر عندنا السترينج جادج، التاتش عندنا مايكرو سويتش، والتمبريتشر عندنا الايه زي ما قلنا السيرمستور. بالنسبه للاكتويتور عندنا اول حاجه دي سي سيرفو موتور، وعندنا الستيبر، وعندنا الريلاي والسولينويد، السبيكر والليد والشيب ميموري الوي، الكترو ماجنت، البامب، التراسونيك رينشر، والنيوماتيك اكتويتور، والفليكسي فورس سنسور. كل دي اكتويتور اللي هي بتدي الحركه بتعمل حركه للايه النظام بتاع الالكتريك كومبوننت. عندنا ريزيستور، كاباسيتور، كل دي مكونات كهربائيه، اندكتور، ترانسفورمر سيركتس، وانالوج سيجنالز. الكترونيك كومبوننت انالوج ديجيتال الكترونيكس، ترانزستورز، ثيريستورز، اوبتو ايزوليتورز، اوبريشنال امبليفايرز، باور الكترونيكس، وسيجنال كونديشن. كل ده كلام ايه بتاع الالكترونيك كومبوننت. الانترفيس بقى عندنا انالوج ديجيتال كونفرتر او ديجيتال تو انالوج كونفرتر، وديجيتال انبوت اوتبوت، وكاونترز، تايمرز، مايكرو بروسيسورز، مايكرو كنترولرز، Data Acquisition and Control Board، و Digital Signal Processing Board. كل ده الكلام بتاع الـ Control Interface Hardware. الـ Computer Information System بيعمل ايه بقى؟ Computer Element Refer to Hardware Software بيعمل ايه؟ أول حاجة Computer Aided Dynamic System Analysis، Optimization، Design Simulation، Virtual Instrumentation، Rapid Control Prototyping، Hardware in the Loop Simulation، PC-based data acquisition and control. Types of control system، عندنا كذا نوع من أنواع الـ control system: natural، man-made، manual، و automatic. natural زي إيه؟ زي الـ universe والـ human body، زي حركة الشمس وحركة الأرض، كل ده control system، ده natural. والـ human body برضو مفيش أي حاجة أنت إيه متحكم، الطبيعة هي اللي بتحكم فيه. المان ميد بقى زي اللي موجوده في الفيكلز، مركبات والطائرات. المانوال كنترول سيستم زي روم تمبريتشر ريجوليشن في الكتريكال فان، انت في اوضه عايز تهوي الاوضه، بتولع بتشغل المروحه، او الووتر ليفل كنترول زي العوامه. الاوتوماتيك كنترول سيستم زي روم تمبريتشر ريجوليتور، زي الثرموستات في في التكييف، والاوتو بايلوت الطيار الالي في الطائرات. ادي الكنترول سيستم اهي، ناتورال مان ميد، والمان ميد مانوال او اوتوماتيك. الاوتوماتيك كنترول سيستم بينقسم نوعين اللي هو الاوبن والكلوزد لوب، وكل واحد منهم بينقسم ل نون لينير ونون لينير، واللينير بينقسم لتايم وبرضه بينقسموا في الكلوز لوب لتايم فاريانت وتايم انفاريانت، بيعتمد على التايم، ونوع تاني اللي هو ما بيعتمدش على الايه التايم. دي امثله للكنترول سيستم. اول حاجه عندنا الاوبن لوب، مفتوحه، دايره مفتوحه، اللي داخل واللي خارج ملهمش دعوه ببعض. الكلوز لوب لا، في هنا فيدباك بيرجع علشان يصحح لو في اي خطأ.
زي بالظبط ال يعني افضل مثال لل كلوزد لوب كنترول سيستم اللي هو الاوتوبايلوت. اوتوبايلوت انت بتبقى حاطط برنامج في المطار الاقلاع ومطار الاقلاع ومطار الهبوط، وباخد المسار ما بين المطارين، واثناء الطيران في ريح في مطر في حاجه معينه في انحراف، فبيبتدي يعمل فيدباك يصلح خطأه ويرجع تاني يقرأ الوضع الحالي ويصلح الخطأ بتاعه علشان يوصل للهدف بتاعه. ده افضل او افضل مثال للكلوزد لوب كنترول سيستم اللي هو الطيار الآلي. مالتي فاريبل كنترول سيستم عندك هنا بيبقى فيه هنا كومباراتور داخل التمبريتشر هوميديتي والبريشر، وبايه وبيبتدي يعمل مقارنات ميجرمنت، وبيبتدي يعمل مقارنات و يطلع الايه الاوتبوت بتاعه. السيرفو سيستم نظام برضه الكنترول سيستم، ان يبقى هنا في كنترولر واقدر ان انا احرك الانتنة عن طريق موتور، وعندي كنترول بانل وكنترولر واقدر احركها عن طريق السيرفو سيستم. ده بالنسبة للميكاترونيكس. بعد كده ايه الروبوتكس؟ كلمة روبوت اولا كلمة تشيكية معناها الخادم. تايب اوف روبوتس عندنا انواع كتيرة، الليجد ماشي على رجلين ماشي على عجل، بيمشي في المية، اوتونوموس اندر ووتر فيكل، وفي الايه في الجو. الاعمال اللي بيعملها الروبوت، الاعمال اللي هي دينجرس للهيومن، الاعمال الخطره اللي مقدرش الانسان يعملها، او الاعمال المتكرره، او اعمال الدنيا. كي كومبوننت، ايه هي مفاتيح شغل الروبوت؟ عندنا باور كونفرجن يونت، وعندنا اكتويتر، سنسورز، كنترولرز، يوزر انترف، كل الكلام ده هو دي مكونات الروبوت بتاعنا. تايب اوف روبوت عندنا فيكسد البيز بقى بتاعته، يا اما فيكسد بيز ثابت او متحرك. مكونات الروبوت عندنا ميكانيكال اليمنت، وعندنا سنسور. طبعا ميكانيكال اليمنت عارفينها خلاص، السنسور بقى فيجن سنسور او فورس سنسور. فيجن بي مرئي، يبقى حساسات مرئية وفورس سنسورز علشان تدي نوع من انواع الفورس. في بروكسيميتي سنسور برضو هنا، يبقى برضو خليط ما بين الفورس سنسور والفيجن سنسور عشان يدي لك النتيجة ان هو يدي لك الروبوت بيتحرك بطريقة معينة او بيعمل وظيفة معينة. التلت سنسور ممكن ان هو يعمل ميلان علشان بالانس روت، لو هو الروبوت ماشي لازم يبقى فيه تلت سنسور علشان هو يظبط التوازن بتاعه. بعد كده العنصر اللي بعد كده الاكتويتر. الاكتويتر ده اللي هما روبوت ماسلز او العضلات بتاعت انواع كتيره للاكتويتر، هيدروليك ونيوماتيك، ستيبر موتور، سيرفو موتور، نيوماتيك سيلندر، دي سي موتور، مازل واير، كل الكلام ده اللي هي الاكتويتر بتاعت الروبوت. الروبوت كنترولر كومبيتيشن هاردوير انترفيس هاردوير اللي هو انالوج تو ديجيتال كونفرتر. الابليكيشن بتاعت الروبوت بنستخدمها في الزراعة، اوتوموبايل، كونستراكشن، الانترتينمنت ترفيه، الهيلث كير، مانيفاكتشر تصنيع، ميليتري دي مينينج، والسيرفيليانس استخدم في دي مجالات بتاعت الاستخدام، مايننج التعدين،
والمناجم الاكسبوليشن التنقيب ترانسبورتيشن طبعا وير هاوسز يوتيليتي كل دي كلام الابلكيشن بتاعتنا اندستريال ابلكيشن بتعمل العمليات الصناعيه ماتيريال هاندلنج ماتيريال ترانسفير ماشين لودنج سبوت ويلدنج لحام النقطه ارك ويلدنج سبراي الدهان اسمبلي انسبكت كل الكلام ده. طب الفيوتشر ايه بالنسبه لنا؟ ارتفيشال انتليجنس اللي هي الذكاء الصناعي والجاربج كوليكتنج كارد اللي هي وسيله للم الزباله هيومانويد اللي هي الانسان الالي اللي هو بيبقى هنا دلوقتي بيشتغل في حاجات كتيره وله تطبيقات كتيره خصوصا في المطاعم والحاجات دي وكده والاريجيشن سيستم اللي هي ال نظام الري الحديث وكده نكون خلصنا المحاضرة. شكرا لحسن استماعكم.